هذا الحفل الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة يوليو على مسرح الجلاء. ويمتلج الستار الآن والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب يتوسط الفرقة الماسية ويحتضن عودة ليقدم في يوم الفرحة وفي ساعة حلوة من ساعات العمر دقت ساعة العمل الثوري. سيداتي وسادتي، أنتم والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، هطلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم يا بطرة، خلى عبيد الأرض زياد 100 سنة وأكثر، خلصه في 10 لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد. من أول مشوار دفت ساعة العمل الثوري شرك يواصل سيره وحارب الاستعمار في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. قومي شرك بيواصل سيره وحارب الاستعمار في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. قومي شرك بيواصل سيره وحارب الاستعمار في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار.
طلعوا علينا بعدوى الفاشل قمنا نرد النار بالنار ظهر الحق ورجع الباطل لا حرية مع استعمار لا حرية مع استعمار وما تملش المشوار وخد الماشي العربي الاسمر يعلن فجر جديد اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد وخد الماشي العربي الاسمر يعلن فجر جديد اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد وخد الماشي العربي الاسمر يعني الفجر الجديد اشتراكية وفرد نور ويوم عن يوم بيزيد عهد رسول الله الهادي نادى بيها من اجيال خدنا العهد وقمنا النادي لا انتهازية ولا استغلال لا انتهازية ولا استغلال ومشينا المشوار لمن ساعة سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان بميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان بميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان بميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان من ماضينا من حاضرنا للمستقبل حق أبناه للمجتمع الحر اللي احنا الشعب اللي طلبناه احنا الشعب اللي طلبناه وحنمشي المشوار دمت ساعة العمل بالسوري لما نادى الشعب البطل وبطل الثورة جمال لما نشيل ناصر وسمعنا الأجيال لما نادى الشعب البطل وبطل الثورة جمال لما مشينا نغني ناصر وسبقنا الأجيال لما نادى الشعب البطل وبطل الثورة جمال لما مشينا نغني ناصر وسبقنا الأجيال كنا بنحمي مبادئ ستة عارفينها مشاورها طوال واليوم واحنا في وسط السكة بنجدد عهدك يا جمال بنجدد عهدك يا جمال لبقية المشوار لمن ساعة العمل بالثوري دفاع الأطفال تعال انزف الوطن العربي في طريق الجفار هكذا سيداتي وسادتي كنا وكنتم مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وهو يقدم في هذه السهرة الحافلة الحلوة في مهرجان الفن
يقدم أنشودته الجميلة دقة ساعة العمل الثوري، وهي واحدة من ألحانه العذاب التي يقدمها في كل مناسبة تعيشها أمتنا العربية. هذه الأغنية التي كتب كلماتها حسين السيد.